إلى مثواه الأخير شيع جثمان الفنان الراحل مصطفى مستعد الذي توفي عن سن 74 عاما. وقد عرف المرحوم بتجربته الاحترافية في مجالات المسرح والسينما والتلفزيون، أبرزها أعمال كوميدية. المزيد مع حسن زكي ومحمد محرش. بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء أوري جثمان الفنان مصطفى مستعد الثرى بعد أن وفته أمس ألمانية عن سن يناهز 74 عاما. قد جلها الراحل في خدمة الفن بإدخال البسمة للبيوت المغربية عبر أعماله الكوميدية المتميزة، خصوصا رفقة الفنان عبد الرحيم التونسي عبد الرؤوف. لا إله إلا الله، مسكين، إنا لله وإنا إليه راجعون. أعظم شخص هرم، فقدت واحد الأب ما كتبش عليك. أب ماشي أب، راه خويا صاحبي، كلشي أخويا كلشي. أنا هو اللي عز علي بزاف والمهدي. الله يرحمه مسكين، إن شاء الله يرحمه برحمة الله. وقد عرف الفقيد قيد حياته بدماثة أخلاقه وطيبوبته بين أهله وأصدقائه، كما عرف بتجربته الاحترافية المتميزة في مجال المسرح السينما والتلفزيون باشتغاله إلى جوار نخبة من الفنانين بفرقة النجمة الذهبية وفرقة مسرح الشعب. سي مصطفى الله يرحمه كان رجل طيب، فوق من هذا هو كان فنان، ومن غير فنان كان طيب، كان قلبه رحيم، ما كانش كيهضر في الناس، كان الإنسان اللي عمر كلمة العيب ما كتسمعها من فمه. إنسان كان صديق بكل معنى الكلمة، شاركت معه في عدة أعمال مع الفنان عبد الرؤوف، يعني أعمال ما تنساش. إن لله وإن إليه راجعون. قبل أن يكون فنان مسرحيا أو سينمائيا أو تلفزيون، كان إنسانا، كان صديقا حقيقيا رغم فارق السن الكبير اللي كان بيناتنا، ولكن كان صديق ديالي بزاف، انه اشتغل معايا في واحد المجموعه الاعمال السينمائيه ومسرحيه وتلفزيونيه، وكان دائما فيه خصال من الخصال ديال الناس الكبار اللي كيحبهم الله، انسان عطوف، انسان متسامح، كان انسان يعني خلوق. اشتغلت معاه في مجموعه ديال الاعمال والمسرحيات، ما كتسمع منه الا الكلام الزين، وكان انسان عنده مجموعه ديال الطرائف، وكان مسكين متسامح جدا. تغمد الله الفقيد برحمته واسكنه فسيح جنانه والهم دويه الصبر والسلوان، وانه سميع مجيب، وانا لله وانا اليه راجعون.